طب كنت عاوز اعرف انتوا شايفين الباوربوينت كده واضح؟ يا دكتور. طيب تمام ماشي. طيب احنا قبل ما نبتدي بس المحاضرة عاوزين نتكلم في اكتر من نقطة. الحقيقة النقطة الاولانية هي انه لاسباب بقى مش هنتكلم فيها كتير، الجدول بتاعكم في محاضرات ساعتين فقط في الأسبوع اللي هم النهارده ودلوقتي من الساعة 11 للساعة 1، وطبعا ده وقت غير كافي إطلاقا عشان نغطي المقرر بتاع السنترال نيرفس سيستم بما فيه السبيشال سنسز. فده الحقيقة أنا كنت مبلغ المسؤولين عن الجدول إن هم يضيفوا بصورة رسمية في الجدول على الأقل ساعتين تانيين، ومش عارف للأسف برضو عملوا الجدول بنفس الطريقة بتاعت الترم اللي فات. فإحنا هنتولى المهمة دي بيننا وبين بعضنا إن إحنا هنزود ميعاد، هناخد إكسترا ليكتشر. هي الحقيقة مش إكسترا يعني، ده هي المينيمم ان احنا نقدر نغطي المقرر بتاعنا هو 4 ساعات في الاسبوع. فعاوزين نتفق دلوقتي على ميعاد هناخد فيه المحاضره الاضافيه بتاعتنا على مدى المقرر كله، يعني على مدى الترم كله. فانتوا شايفين الميعاد المناسب ليكم ايه؟ دكتور صعب ان احنا كلنا نتفق على ميعاد بيننا وبين بعضنا احنا كشباب يعني، فممكن حضرتك تقول لنا الميعاد اللي يناسب حضرتك واحنا نحاول يعني ننسق وقتين عليه. طيب اوكي. هو انا طبعا متباين انه احنا ابتداء ان شاء الله من يوم الثلاث اللي جاي هنكون دخلنا في شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فانا حضرتك طيب. انت طيب يا سيدي. فأنا مش عارف هل الأفضل أخلي لكم المحاضرة بدري يعني قبل الفطار بالنهار يعني، ولا في فترة ما بعد العشاء والتراويح يعني الساعة مثلا 10 بالليل أو حاجة كده يعني. فهل أنتوا ممكن يكون لكم أفضلية بين الاثنين؟ سيبكم من اليوم، انما انا بتكلم على هل هي افضل تبقى بالنهار مثلا الساعه 1 الساعه 2 الساعه 3 الظهر ولا الساعه 10 بالليل؟ متهيألي دكتور الساعه 10 ما بقاش فيه اكتيفيتيز كتير يعني. نعم قبل الفطار. متهيألي قبل الفطار ما بقاش فيه اي كتير في اليوم، فالواحد بيبقى كده اصلا قاعد فاضي يعني، لما بعد المغرب بيبقى فيه تراويح واليوم بينتهي يعني، وبعد كده بنخش في السحور فاليوم بينتهي بدري. متهيألي قبل الفطار هيبقى احسن يعني. طيب طبعا. اوكي ما عنديش مشكله نخليها قبل الفطار. طيب بما ان احنا لسه في بدايه الترم اهو، فاحنا ممكن نلحق ناخد ميعاد يوم الخميس كويس، بما اعتبار ان انتوا ما بقاش عندكم محاضرات يوم الخميس. انا كنت عاوز اقترح كده ان احنا باقي الاسبوع كله مش هنلاقي ميعاد مناسب للدفعه كلها. انا بالضبط. فانا اقترح من دلوقتي كده ان احنا نختار ميعاد بكره. هل مناسب ليكم مثلا ميعاد نخليه الساعه 12 الساعه 1؟ ماشي دكتور. ينفع يبقى الساعه 2؟ مش معنى لا، اصلا انا بكره مسافر، ف بس عم اوصل يعني بكره بالتحديد، انما مش بكره بالتحديد مش كل اسبوع. طيب عندنا حل من الاثنين بقى، يعني نخليه يوم الاثنين باستمرار، يوم الخميس باستمرار الساعه 2 يخلص الساعه 4، يا اما بكره استثناء نخليه كده ونخلي بقيه مواعيدنا الساعه 1. الباقيين اللي معانا دلوقتي
في فرق في افضليه عندهم ما بين الساعه 1 والساعه 2 ولا ما تفرقش؟ هل الساعه 1 هتبقى كويسه يا دكتور؟ الافضل احسن. الافضل احسن. طيب اللي مسافر بكره فانا الحقيقه يعني مش معقوله هنغير مواعيد الترم كله عشان يوم واحد. فانت بقى معلش احنا بنسجل المحاضرات، فانت ممكن محاضره بكره اللي هناخدها مثلا الساعه 12 لو انتوا عاوزين بدري، هناخدها الساعه 12 او الساعه 1 زي ما تحبوا، هتبقى متسجله وممكن حضرتك لما توصل من السفر بتاعك تشوفها. ده في محاضرة بكرة بس، بعد كده انت هتبقى معانا ان شاء الله. فطيب اذا برضو نتفق افضل الساعة 12 ولا الساعة 1؟ الساعة 1 يا دكتور، نكون صلينا الظهر وكده او اللي عنده حاجة مثلا خلصها وبعد كده الساعة 1 نبدأ. طيب خلاص الساعة 1 بكرة. طيب نبتدي من بكرة على طول. طيب هو دكتور بعد اذنك، هو المحاضرات هتفضل اونلاين على طول ولا اسبوع بالنسبه للسيرفر؟ لسه عاوز اتكلم فيها، انا في نقطتين لسه عاوز اتكلم عليها. النقطه الاولانيه هي هو الميد ترم، لان الترم ده صغير الحقيقه جدا. الترم اصلا نبتدي دلوقتي اهو الاسبوع ده، ومفروض في الكالندر هينتهي في الاسبوع الاول من شهر 7 يوم 6/7، ده نهاية الترم. فده لو عدينا الأسابيع هيطلعوا 13 أسبوع، ففي أسبوعين ناقصين. ده بالإضافة إلى أنه استقر الرأي في الجامعة أنه في امتحان ميد ترم وهيستغرق أسبوعين كالعادة، وفي امتحان فاينل وهيستغرق الأسبوعين بتوعه كالعادة. ده معناه انه في اربع اسابيع ما فيهمش تدريس، فيهم امتحانات. من ال 13 اسبوع المتاحين فيبقى فاضل عندنا تدريس الحقيقه 9 اسابيع. فطبعا 9 اسابيع ده وقت هيتطلب مجهود وضغط في الاداء بتاعنا عشان نقدر نغطي المقرر بتاعنا في الوقت الاقصر ده. السؤال الثاني اللي طبعا سألته دلوقتي، وأنا الحقيقة للأسف لسه ما عنديش إجابة قاطعة عليه، هو هي المحاضرات هتفضل كلها أونلاين ولا هتبقى أسبوع وأسبوع؟ الحقيقة كل الأقسام تقريبا في الكلية عندنا بتطلب إن يكون المحاضرات كلها أونلاين. السبب الاساسي عشان الريسك اوف انفكشن، انه زي ما اكيد انتم كلكم ملاحظين في ويف عنيفه جدا من انتشار الكورونا الايام دي. والسبب الثاني ان احنا داخلين على رمضان، واساسا لو خلينا المحاضرات فيس تو فيس في رمضان هنضطر عشان اليوم الدراسي ما يفضلش شغال الساعه 4 و5 في رمضان، بنضطر ان احنا نقلل زمن المحاضره، واحنا مش حمل كده عشان احنا اوريدي الترم بتاعنا صغير. فالحقيقه احنا طلبنا من اداره الكليه واداره الجامعه ان المحاضرات تفضل اونلاين، ده افيد من جميع الاتجاهات. الحقيقه لسه ما خدناش منهم قرار، احنا في انتظار ان هم يبلغونا بقرار اداره الجامعه اللي طبعا هيبقى ساري على كل كليات الجامعه. أول ما هيوصل لي القرار ده في الغالب هيوصل لكم برضو. فاحنا لغاية دلوقتي ماشيين على إنه كله أونلاين، بس بصورة ودية يعني. إنما هل هنستمر على كده ولا لا؟ أنا شخصيا أرجو إن احنا نستمر على كده. أوكي؟ تمام. طيب برضو ما جاوبتونيش، بكرة على فكرة المحاضرة الاديشنال بتاعتنا اللي هي بتاعت بكرة دي
دي هتفضل اونلاين تحت كل الظروف، يعني دي بره الجدول اصلها. فمحاضره يوم الخميس دي من دلوقتي لغايه نهايه الترم ان شاء الله this is an online lecture، دي بره الجدول. فهيبقى كلام اونلاين ولا فيس تو فيس ده فيما يخص محاضره يوم الاربعاء بتاعه دلوقتي دي، انما بتاعه يوم الخميس عشان تبقوا عارفين من دلوقتي لا it will be online لغايه نهايه الترم. اوكي تمام تمام يا دكتور. طيب برضو ما وصلناش، هناخد محاضره بكره ولا لا يا دكتور؟ ممكن يخلينا كلنا متفقين. ايوه الاحسن ناخدها عشان ما نبقاش زنقنا سنه وقت المتر. صح، مفروض ان احنا ناخدها عشان طالما احنا عاوزين نسرع الايقاع بتاعنا شويه عشان ما نتزنقش، يبقى نسرع من البدايه افضل، بلاش نفضل مريحين كده في الاول وناجل الزنقه للاخر، ما بتبقاش مريحه. فخلينا نوزع المجهود بتاعنا على الترم كله من بدايته افضل. اوكي يبقى احنا كده متفقين، وانا هعمل في الكالندر الميعاد وهبعته برضو عشان الكل يبقى نوتيفايد بيه عشان اللي هيحب يحضر يحضر. اوكي تمام يا دكتور. طيب كده انا اظن مفيش حاجة تانية عاوزين نتكلم فيها، ونقدر دلوقتي نبدأ المحاضرات ال إيه؟ نعم دكتور، من الأسبوع دوت ولا من الأسبوع الجاي ولا لا؟ لا ما خلينا من الأسبوع ده، يعني أنا مش شايف منطق إنه بلاش بكرة. ليه بلاش بكرة؟ بالعكس بكرة أفضل، نبتدي أولا نكسب وقت، ونمرة اتنين احنا لسه ما دخلناش في رمضان، فنحاول نستغل محاضرة قبل رمضان. فانا يعني مش شايف الحقيقة مبرر ان احنا ما ناخدش محاضرة بكرة، ف يعني هناخد محاضرة بكرة ان شاء الله. اوكي طيب نيجي بقى ل المقرر بتاعنا او الموضوع اللي احنا هنناقشه مع بعض، وهو الـ physiology of the central nervous system او ما نطلق عليه النيوروفيسيولوجي. هو النيرفس سيستم بتاعنا الاستراكشر بتاعه بصفه عامه كده مكون من جزئين، السنترال نيرفس سيستم اللي احنا بصدد التعامل معاه الترم ده، وده بيتكون من البرين والسباينال كورد، والجزء الثاني هو البريفيرال نيرفس سيستم، وهو البريفيرال نيرفز which are connected للسنترال نيرفس سيستم. والبريفيرال نيرفز دي are either cranial nerves او spinal nerves. الكرانيال nerves are connected to the brain والسباينال nerves are connected to the spinal cord. طيب البرين وظيفيا بنقدر نقسمه الى جزئين، higher brain level و lower brain level. ال higher brain level بنقصد بيه cerebral cortex، وال lower brain level subcortical areas وال brain stem. ال central nervous system كله اذا ممكن نقسمه الى ثلاث مستويات وظيفية، اتنين في البرين اللي هما الهاير برين سنتر او الهاير برين ليفل واللور برين ليفل، وكمان السباينال كورد ليفل. هذا الترتيب مهم عشان هيترتب عليه ان الوظائف اللي بيقوم بيها كل ليفل من دول كان بي موديفايد بالليفل اللي اعلى منه. يعني في وظائف بيقوم بيها السباينال كورد يقدر يقوم بيها لوحده، لكن ممكن يتحكم فيها او يعدلها اللور برين ليفل او الهاي برين ليفل.
فكل ليفل من دول هو بصورة ما under regulation and control من الليفل الأعلى منه. الاسبينال نيرفز والكرينيال نيرفز الحقيقة بيحتوى على افرنت سنسوري نيرف فايبرز وإفرنت موتور فايبرز. موتور فايبرز يا اما سبلاينج السكيليتال ماسل نسميها سوماتيك موتور فايبرز، او زي ما موجود في بعض الاسبينال والكرينيال نيرف في نيرف فايبرز موتور، but they supply the internal organs الفيسرا، ودول اللي بنسميهم الاوتونوميك موتور فايبرز. يبقى البريفيرال نيرفز ار سنسوري اند موتور، والموتور ار ايذر سوماتيك اور اوتونوميك. احنا طبعا مش هنتكلم على البريفيرال نيرفز، انتوا درستوهم بالفعل قبل كده في المقررات السابقه. احنا هيكون كلامنا كله دلوقتي على السنترال نيرفس سيستم. هي في شويه معلومات بس تمهيدية عشان تفهم او تخلي مخنا اورينتد. السنترال نيرفس سيستم اللي احنا بنتكلم عليه ده ابتدى ازاي؟ النيرفس سيستم هو واحد من السيستمز اللي بتبتدي تتكون very early in the fetus، واحد من الearly systems that develop in the fetus. وبالرغم من ان هو بيبتدي الديفلوب بتاعه بدري كده، فهو ما بيستكملش الديفلوبمنت بتاعه الا متاخر جدا. هو اخر سيستم بيحصل له كومبليت ديفلوبمنت. الكومبليت ديفلوبمنت بتاعته بتحدث بعد الولاده اصلا، بعد ما الشخص يتولد اصلا. ده ما بيوصلش للفول ديفلوبمنت بتاعته الا ديورينج ادلتهود، لما الانسان يصل لمرحله الادلتهود until sexual maturity، يعني لغايه سن مثلا 13 14 سنه 15 سنه، لما البرين او السنترال نيرفس سيستم ديفلوبمنت يكتمل. اذا السنترال نيرفس سيستم بياخد وقت طويل جدا في الديفلوبمنت والماتوريشن بتاعته، يمكن اطول سيستم بيحتاج وقت فور ماتوريشن. بيبدا تكوين السي ان اس في الاسبوع الثالث اوف جيستيشن، بعد 120 يوم من حياة الجنين، يعني في الأسبوع 17 من حياته. بيكون عدد النيورونز اللي موجودة في البرين بتاع الإمبريو 86 ألف مليون نيورون، 86 مليار نيورون. طيب لو قسمنا الرقم ده على 120 يوم بيطلع رقم مدهش جدا الحقيقة، ان ده معناه ان بيتكون نص مليون نيورون كل دقيقة من عمر الجنين في اول 17 اسبوع. كل دقيقة بيتكون نص مليون نيورون جديد، معدل تكوين سريع للغاية لخلايا البرين. طيب السيلز اللي موجودة في السنترال نيرفس سيستم بتاعنا ما هياش نوع واحد الحقيقة. احنا دايما لما نتكلم على السيلز اوف ذا برين يجي في مخنا ان هم نيورونز. طبعا هم نيورونز، بس مش كل السيلز في السنترال نيرفس سيستم نيورونز. ده النيورونز بتشكل فقط حوالي 50% من السيلز،
و 50% من السيلز what we call glial cells. والجلايل سيلز دول في منهم انواع، في مايكرو جلايل سيلز وفي اوليغودندروسايتس وفي استروسايتس وفي ابندايمال سيلز. دول كلهم انواع من الجلايل سيلز وليهم وظائف غير وظائف النيورون. مثلا المايكرو جلايل سيلز دول ار فاجوسيتك سيلز، هما بيقوموا بدور الماكروفاجز جوه السنترال نيرفس سيستم. يبقى المايكرو جلايل سيلز ار مينلي فاجوسيتك. الاوليجودندروسايتس دول ايه بقى؟ دول السيلز اللي مسؤوله عن تكوين المايلين شيث حوالين النيرف فايبرز جوه السي ان اس. دول بيناظروا الشوان سيل اللي اتعرفت عليهم في البريفرال نيرف اللي كانوا بمسؤولين عن تكوين المايلين شيث. الاستروسايتس ليهم وظائف كتير الحقيقه قوي جوه البرين، احنا بس بنختار وظيفه منهم مهمه جدا، انه الاستروسايتس بتنظم الكونسنتريشن بتاع البوتاسيوم ايون في الانترستيشيال فلويد اوف ذا برين. وطبعا تنظيم الليفل بتاع البوتاسيوم في البرين تيشو موضوع مهم جدا. ليه؟ لانه النيورونز او الخلايا بتاعه البرين ار اكسايت هايلي اكسايتبل وليهم ميمبرين بوتنشال، وقيمه الميمبرين بوتنشال بتحدد الاكسايتابيلتي بتاعه النيورون. ولو تفتكروا من زمان كده ان اهم ايون بيحدد الريستنج ميمبرين بوتنشال قد ايه كان البوتاسيوم ايون. البوتاسيوم خروج البوتاسيوم من النيورون تو ذا اوتسايد هو المسبب الرئيسي للريستنج ميمبرين بوتنشال. وبالتالي لو تركيز البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد بتاع البرين اتغير، ده ممكن ينعكس على حركه البوتاسيوم اكروس ذا سيل ميمبرين اللي هينعكس على قيمه الريستنج ميمبرين بوتنشال وبالتالي على الاكسايتابيلتي بتاعه النيورونز. وبالتالي الفانكشن بتاعه الاستروسايت از فيري امبورتنت، لانها بتضمن ان البوتاسيوم ايون كونسنتريشن في الاكسترا سيلولار فلويد ما يحدثش فيه خلل هيترتب عليه في النهايه تغير في الاكسايتابيلتي بتاعه النيورونز جوه البرين. النوع الاخير من اللي قصادنا دول الابندايمال سيلز. الابندايمال سيلز دول موجودين فين وبيعملوا ايه؟ الابندايمال سيلز موجودين لايننج الكافيتي اللي موجوده جوه البرين. هو البرين جواه كافيتيز بنسميها الفنتريكلز. الفنتريكلز دي مليانه فلويد بنسميه السيريبروسباينال فلويد. اهي الامبندايمال سيلز دي هي المسؤوله عن السكريشن والريجيليشن اوف بريشر اوف ذا السيريبروسباينال فلويد. يبقى الابندايمال سيلز وظيفتهم متعلقه بالسيريبروسباينال فلويد. طيب ده انواع السيلز في النيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم بتاعنا زي ما وضحت لكم من دقايق في عدد فلكي من النيورونز وكلهم موجودين في مكان ريلاتيف صغير. ووظيفة النيورونز اللي جوه السنترال نيرفس سيستم انها محطات استقبال وارسال، بتستقبل اشارات من نيورونز تانية وبتبعت اشارات لبقية النيورونز.
هذه الإشارات بتنتقل من one neuron to the other من خلال عملية synaptic transmission. يبقى الحقيقة البيزك operation اللي بتحدث جوه النيرفس سنترال نيرفس سيستم بتاعنا هو synaptic transmission. What is the meaning of a synapse? ايه هو synapse؟ السينابس هو الستركتشر اللي موجود ما بين التيرمينال اند اوف ذا اكسون اوف وان نيورون اند انذر نيورون. بنسمي النيورون الاولاني ده بري سينابتيك ما قبل السينابس، وبنسمي النيورون الثاني ده بوست سينابتيك. لو البري سينابتيك نيورون بقى استيميليتد وعمل اكشن بوتنشلز، الاكشن بوتنشلز دي will be conducted along the axon عشان تتنقل للنيورون الثاني عبر السينابس. طب هو السينابس ده بين البري سينابتيك فايبر وبين انهي جزء من البوست سينابتيك نيورون؟ according لي المكان اللي هيحدث فيه السينابس، السينابس ده ممكن يكون بين البري سينابتيك فايبر والدندرايتس بتاعت البوست سينابتيك نيورون، او بين البري سينابتيك فايبر والسيل بودي، او بين البري سينابتيك فايبر والاكسون بتاع البوست سينابتيك نيورون زي ما الرسم ده بيورينا. دول الثلاث أنواع الرئيسية من السينابسز بين البري سينابتيك فايبر ده وبين الدندرايت دي، وده نسميه أكسو دندريتيك سينابس، أو بين البري سينابتيك فايبر ده والسيل بودي بتاع البوست سينابتيك نيورون، وده نسميه أكسو سوماتيك سينابس، أو بين البريسينابتيك فايبر والأكسون بتاع البوستسينابتيك نيورون، وده نسميه أكسو أكسونيك سينابس. يبقى احنا عندنا الثلاث أنواع من السينابسس كده depending على الأناتوميكال لوكيشن بتاعه، يا إما أكسو دندريتيك يا أكسو سوماتيك يا أكسو أكسونيك. معظم السينابسز ار اكسودندريتيك. ليه؟ لان الحقيقه الدندرايتس ليها برانشز كتيره والسيرفيس اريا بتاعتها كبيره جدا، so it can allow for synapses with many other neurons. فمعظم السينابسز اللي جوه سي ان اس ار اكسودندريتيك. يليهم في العدد الاكسوسوماتيك، يليهم في العدد الاكسواكسونيك. يبقى اقل عدد من السينابسس هما الاكسواكسونيك، لكن في المقابل بقى the most excitable synapse هو الاكسواكسونيك. يعني ايه most excitable synapse؟ يعني السينابس اللي السينابتيك ترانسميشن فيه بتحدث بكفاءة شديدة وسهولة شديدة هو الأكسو أكسونيك، في حين إن الأكسو دندريتيك سينابس هو الليست إكسايتابل. السينابس ده بتحدث فيه ترانسميشن أوف سيجنال بالصعوبة نسبية، والأكسو سوماتيك إن بتوين بين البنين. يبقى معنى كده انه الاكسودندريتيك سينابس هم الاكثر عددا والاقل في الاكسايتابيليتي، في حين ان الاكسواكسونيك سينابس هم الاقل عددا والاعلى في الاكسايتابيليتي. تمام.
ده برضو رسم يوضح لنا انواع السينابسس. ده اكسو دندريتك، ده اكسو اكسونيك، ده اكسو سوماتيك. طيب الرسم ده بس عشان يوريكم حقيقه مهمه، انه وان سنجل سينابس زي اللي انتم شايفينه ده ممكن يستقبل عدد ضخم جدا من البري سينابتيك فايبرز، شبكه غابه زي ما انتم شايفين، عدد ضخم جدا من البري سينابتيك فايبرز. السينابس الواحد او انا اسف النيورون الواحد ممكن يستقبل thousands of presynaptic fibers، يعني اكنه بيستقبل معلومات من الاف النيورونز التانية كلها عاملة عليه سينابس، يعني عاملة برانش من الاكسون بينتهي عليه عشان تبلغه معلومة. يبقى اذا a single neuron can receive input from thousands of other neurons. وكمان النيورون ده ممكن يبعت إشاراته ويعمل سينابس على hundreds of other neurons، مئات النيورونز التانية. إذا النيورون الواحد جوه السنترال نيرفوس سيستم بيستقبل إشارات كتير قوي ويبعت إشارات كتير بس أقل شوية من اللي جاله. طيب نرجع تاني للأرقام تورينا يعني الموقف كده نتخيله مع بعض. أدبيرس يعني عند ولادة الطفل، النمبر of synapses per one neuron بيبقى حوالي 2500 synapse. بس مع بلوغ الطفل سن 3 سنين تقريبا النيورون الواحد بيستقبل 15,000 سينابس. ده معناه بالحساب انه اثناء السنتين ثلاثة الاولانيين في عمر الجنين في عمر الطفل كان بيتكون 115 مليون نيو سينابس كل ثانية، every one second في 115 مليون سينابس جديد جوه البرين بيتكونوا. طبعا ما تستغربوش الرقم، ليه؟ لان احنا النيورون الواحد زاد عدد السينابس عليه من 2500 ل 15,000. بس ما ننساش ان احنا عندنا 86,000 مليون نيورون، وكل واحد من دول مش بيدي كونكشن لنيورون واحد، لا ده بيدي كونكشن لمئات النيورون. فاذا الشبكه متشعبه للغايه وعدد الكونكشن فيها خرافي، بحيث انه زي ما بقول لكم كده معدل تكوين نيو سينابسز في خلال أول سنتين ثلاثة من عمر الطفل بيبقى حوالي 115 مليون نيو سينابس كل ثانية واحدة، every second. إذا البرين بتاع الطفل، يعني أنت لو بصيت لطفل كده عنده سنة ولا سنتين، لو قعدت بصيت له لمدة دقيقة لازم تعرف ان في خلال الدقيقه دي البرين بتاعه ما كانش ما عادش زي الاول، ده عدد السينابسز فيه زادت مئات الملايين من السينابسز في الدقيقه بس اللي انت بصيت له فيها. اذا البرين بتاع الطفل ستراكشر سريع التطور للغايه. طيب الرسم ده او الصوره دي هو عبارة عن إيه؟ أنا بس حطيتها عشان أبين لكم قد إيه
الدندرايت بتاعت وان نيورون ممكن تكون فيها تفرعات كتيرة جدا so that it allows synapses بعدد كبير جدا. بصوا ده سيل بودي وده الاكسون وكل الغابة اللي انتوا شايفينها دي عبارة عن دندرايت. فتخيلوا بقى السيرفيس اريا بتاعت كل البرانشز دي قد ايه، وبالتالي عدد السينابسز اللي ممكن تحدث عليها قد ايه. This is an example of neuron جوه السنترال نيرفس سيستم. طيب احنا قلنا ان السينابسز may be axodendritic او axosomatic او axoaxonic. ايا كان النوع الاناتوميكال بتاعها فعملية السيناتيك ترانسميشن نفسها بتحدث ازاي؟ بأحد طريقتين. عندنا two types of synaptic transmission. النوع الاولاني بنسميه الكيميكال او الالكتريكال ترانسميشن، والنوع الثاني نسميه الكيميكال ترانسميشن. يعني ايه synaptic transmission؟ يعني ان الالكتريكال اكتيفيتي اللي موجوده في البري سينابتيك اكسون اللي هي اكشن بوتنشال، يعني اللي عباره عن الكتريكال فينومينون، الكتريكال تشينج، تغير كهربي، يتنقل ويعمل الكتريكال تشينج في البوست سينابتيك نيورون. اللي مسؤول عن هذا الانتقال قد يكون transmission of electrical charges، وفي الحالة نسميها electric transmission. وقد يكون الانتقال من neuron لneuron during synaptic transmission بيتم من خلال chemical transmitter، ونسمي chemical transmission أو synapse ده نسميه chemical synapse أو chemical transmission. طب الالكتريكال ترانسميشن بتحدث ازاي؟ انه بيكون فيه في منطقه السينابس بين البري سينابتيك فايبر والبوست سينابتيك نيورون ميمبرين في جاب جانكشنز اهو. ده البري سينابتيك فايبر وده البوست سينابتيك ميمبرين، بينهم وبين بعض ده مكبر، الرسم ده مكبر، في جاب جانكشنز. وانتوا عارفين الجاب جانكشنز دي عبارة عن بروتين channels that can allow passage of molecules from one cell to the other مباشرة من غير ما نعدي على extracellular fluid. الجاب جانكشنز دول can allow the passage of electrical charges من البري سينابتيك فايبر الى البوست سينابتيك نيورون. هو ده اللي بنسميه الكتريك ترانسميشن. يبقى الالكتريك ترانسميشن بيتم من خلال جاب جانكشن. الالكتريك ترانسميشن ده تواجده الحقيقه في السي ان اس بتاعنا مش كتير قوي، ما هوش كومن، موجود في اماكن معينه جوه السي ان اس، لكن معظم السينابسز في السنترال نيرفس سيستم بتاعنا هم كيميكال سينابسز. الترانسميشن فيها بيتم كيميكالي. ازاي بيتم الكيميكال ترانسميشن؟ بص اللي انا مشاور عليه ده سينابس، ده الاكسون اللي بنسميه بري سينابتيك اكسون، وده البوست سينابتيك نيورون. احنا خدنا الحته اللي عليها مربع اسود دي وكبرناها هنا، ام لقينا انه البري سينابتيك نيور اكسون ده لما بيقرب للبوست سينابتيك ميمبرين becomes expanded، بيتنفخ شويه كده، وبنلاقي موجود فيه important structures، في ميتوكوندريا to supply energy.
معنى يعني هو احنا هنا عايزين انرجي في ايه؟ الاستراكشر التاني اللي باين قدامنا هو فيزيكلز، جواها النقط الحمراء دي تمثل مولكيولز اوف ا كيميكال سبستانس اسمها الكيميكال ترانسميتر. الكيميكال ترانسميتر مولكيولز دي are present in the presynaptic fiber في المنطقة الـ expanded منه الـ terminal end ده اللي كان ساعات بنسميها synaptic knob. الكيميكال ترانسميتر مخزن في vesicles. الـ vesicles دي ممكن تقرب من سطح الـ presynaptic fiber ويحصل لها rupture to release the الكيميكال ترانسميتر عشان يروح يمسك في ريسبتورز على الريسبتور سايتس على البوستسينابتيك ميمبرين. بين البريسينابتيك فايبر والبوستسينابتيك ميمبرين في سينابتيك كليفت. السينابتيك كليفت ده عرضه تقريبا من 30 ل 50 نانومتر. يبقى اذا structurally السينابس مكون من presynaptic fiber بالexpanded end بتاعه اللي بنسميها synaptic knob اللي جواها chemical transmitter vesicles يفصلها عن postsynaptic membrane synaptic cleft 30 ل 50 نانومتر. الفيزيكلز اللي فيها الكيميكال ترانسميتر جوه السينابتيك نوب ليها انواع تختلف from one neuron to the other من مكان لاخر جوه السنترال نيرفوس سيستم. بعض الاكسونز بتحتوي على small clear vesicles والsmall clear vesicles دي بتحتوي على small موليكيول كيميكال ترانسميتر زي الاسيتايل كولين مثلا. يبقى الفيزيكلز اللي مختزن فيها اسيتايل كولين ار كلير فيزيكلز. بعض الاكسونز الثانيه بتبقى الفيزيكلز اللي فيها سمول بس جرانيولر يعني تحت الميكروسكوب نلاقي فيها حبيبات جرانيولر زي مين؟ زي التيرمينالز بتاعت السيمباثاتيك نيرف فايبرز عشان الكيميكال ترانسميتر اللي جواها هو النور ادرينالين. الفيزيكلز اللي بتحتوي على النور ادرينالين ار سمول جرانيولار سيلز تبان تحت الميكروسكوب فيزيكل صغيره بس فيها جرانيولز. كمان في نوع ثالث من الفيزيكلز ممكن يكون موجود في النيرف تيرمينالز هما large granules اللي بيبقى جواهم large molecules of chemical transmitter. large molecules دول عادة بيبقوا polypeptides which again act as chemical transmitter. يبقى according لشكل الفيزيكل احنا عندنا ثلاث انواع. Vesicles may be small clear زي الفيزيكلز اللي فيها الاستايل كولين. ممكن تبقى small and granular زي الفيزيكلز اللي فيها النور ادرينالين. وممكن تبقى فيها تبقى large and granular زي الفيزيكلز اللي فيها small polypeptide molecules. طيب كيف تتم عملية السينابتيك ترانسميشن؟ الحقيقة بتتم على خطوات هنكتبهم مع بعضهم. أول خطوة إن يحصل release of the chemical transmitter. نمرة 2 يروح الكيميكال ترانسميتر يمسك مع الريسبتور بتاعه اللي موجود على البوست سينابتيك ميمبرين. نمرة 3 نتيجة البايندينج ده بيحدث تغيرات في الممبرين بوتنشال of the postsynaptic neuron
ما نطلق عليه post synaptic potential. هينشأ generation of post synaptic potential. الخطوة الرابعة والأخيرة إن الكيميكال ترانسميتر اللي كان خرج وعمل binding وسبب post synaptic potential should be removed. بالخطوة الرابعة removal عشان عملية السينابتيك ترانسميشن تنتهي. يبقى السينابتيك ترانسميشن يبدأ بالريليس وينتهي بالريموفال. الخطوة الرابعة اللي بتنهي عملية السينابتيك ترانسميشن هي الريموفال of the chemical transmitter. طب تعالوا نشوف كل واحدة من دول بتحصل ازاي. نمرة واحد الريليس of the chemical transmitter. This is a vesicle containing chemical transmitter molecules. ودي هي السينابتيك نوب. على الممبرين بتاع الفيزيكل في بروتين اسمه سينابتوبريفين او في سنير بروتين. اعرف الاسم ده او الاسم ده اللي يعجبك. V-snare بروتين أو synaptobrevin. البروتين ده موجود فين؟ على الفيزيكل بتاعة الكيميكال ترانسميتر. وعلى الممبرين بتاع السينابتيك نوب في بروتين تاني اسمه سينتاكسين أو T-snare بروتين. كويس. كمان في الممبرين بتاع السينابتيك نوب في فولتج جيتد كالسيوم شانل. كويس. لو البري سينابتيك اكسون ده از اكتيفيتد يعني حصل فيه اكشن بوتنشال اهو. حصل اكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال ده بيوصل الى السينابتيك نوب والاكشن بوتنشال بيؤدي الى حدوث ديبولاريزيشن. صح. لما الممبرين بتاع السينابتيك نوب يحصل له ديبولاريزيشن تقوم الكالسيوم فولتج جيتد شانلز اللي كلمتكم عنها تفتح and it allows influx of calcium ions. كالسيوم هيخش. الكالسيوم اللي دخل ده will facilitate the interaction ما بين البروتين اللي على الفيزيكل اللي سميناه السينابتوبريفين الفيسنير بروتين والبروتين اللي على الممبرين اللي سميناه سينتاكسين او تيسنير بروتين. التو بروتينز دول هيتفاعلوا مع بعض ونتيجه كده الفيزيكلز دي الاكشن بوتنشال جه اهو الكالسيوم دخل اتفاعل التيسنير مع الفيسنير بروتين ادى هذا الى رابشر اوف ذا فيزيكل and release of the chemical transmitter molecule في synaptic cleft by the process of exocytosis. كويس. يبقى release of the chemical transmitter بيعتمد في البداية على وصول action potential يقوم calcium voltage gated channel تفتح يقوم الكالسيوم يخش يقوم الكالسيوم يسمح بحدوث interaction ما بين السينابتوبريفين والسينتاكسين which is followed by rupture of the vesicle and release of the chemical transmitter by exocytosis. طيب ده أول خطوة الـ release of the chemical transmitter. طيب تاني خطوة هي ايه؟
ان الكيميكال ترانسميتر ده يروح يمسك في الريسبتور بتاعته and it leads to generation of a postsynaptic potential. كيف سيتم هذا؟ ازاي هيحصل الكلام ده؟ Binding of the chemical transmitter to its receptor causes an opening or closure of ion channels. فتح او قفل الايون شانلز ده هيغير البرميابيليتي بتاعت الممبرين او الكوندكتنس بتاعه، يعني المقاومه بتاعته، درجه سماحه للايونز انها تعدي. ولما يتغير الكوندكتنس او البرميابيليتي بتاعت الممبرين للايونز ده هيؤدي الى تغير في الايون موفمنت، الفلو اوف ايونز هيتغير. لو الكوندكتنس او البرميابيليتي كانت زادت الايون هيعدي اكتر، ولو قلت عبور الايون هيقل. هذا التغير في الفلو بتاع الايونز يترتب عليه تشينج في البوست سينابتيك ممبرين بوتنشال. حركه الايونز دي هيترتب عليها تغير في الممبرين بوتنشال which we call post synaptic potential. Which we call a postsynaptic potential. يبقى إذن the generation of postsynaptic potential معتمد على إيه؟ معتمد على binding of a chemical transmitter على الريسبتور اللي بيسبب يا إما فتح أو قفل membrane ion channels. يقوم ده هيغير الـ conductance of the membrane to this ion ويغير حركة الـ ions across the cell membrane، يقللها أو يدوتها، ويترتب على هذا تغير في الـ membrane potential في الـ postsynaptic neuron بنطلق عليه postsynaptic membrane potential. عندنا الحقيقة نوعين من الريسبتورز according للميكانيزم of action. نوع بنسميه ionotropic receptors والتاني بنسميه metabotropic receptors. الionotropic receptor ده بيشتغل ازاي؟ ده presynaptic fiber وده postsynaptic neuron ودي نقطة السيناس هنكبرها اهو. ده الفيزيكلز وصل اكشن بوتنشال، دخل كالسيوم كالمعتاد، الكالسيوم سمح بالانتر اكشن ما بين الفيزيكل والممبرين فولود باي رابشر ريليس اوف كيميكال ترانسميتر موليكيولز اللي هم اخضر دول. يقوم الكيميكال ترانسميتر موليكيولز تروح على الريسبتورز اللي لونهم ازرق دول، هنكبرهم اهم. اما كبرناهم قدرنا نتبين ان في الحقيقه الكيميكال ترانسميتر اهو ماسك في الريسبتور، بس الحقيقه الريسبتور ده هو في الحقيقه ايون شانل، ايون شانل that can allow passage of ions. في الحاله اللي قصادنا دي it can allow passage of sodium. لما بيمسك النيورو ترانسميتر في البروتين بتاع الشانل دي، الشانل دي بتفتح and it allows passage of sodium. دخول الصوديوم هيغير الممبرين بوتنشال طبعا في اتجاه الديبولاريزيشن. طيب لما الكيميكال ترانسميتر يسيب الريسبتور الشانل بترجع تقفل تاني، يبقى it is an ionotropic receptor. ionotropic يعني هو في الحقيقه ion channel receptor. لما بيمسك في chemical transmitter directly ion channel دي يا تفتح يا تقفل. في الحالة بتاعتنا دي هي فتحت وسمحت بدخول الصوديوم فهتعمل depolarization. طيب ال ionotropic receptors دول بيتميزوا انهم بيشتغلوا بسرعة
ليه؟ بمجرد ما الكيميكال ترانسميتر بيمسك في الريسبتور بتاعه على الشانل، الشانل بتفتح immediately وتدخل صوديوم. فالايونوتروبيك ريسبتورز اكت فاست وبيفضلوا شغالين او فاتحين لفتره قصيره، يدوبك اول ما الكيميكال ترانسميتر ينفصل عن الريسبتور الايون شانل بترجع تقفل تاني. يبقى الايونوتروبيك ريسبتورز بيتميزوا ان هم بيشتغلوا بسرعه والديوريشن بتاع شغلهم قصير. طيب they are fast and of short duration. النوع الثاني من الريسبتور زي ما قلت لكم اسمه ميتابوتروبيك ريسبتورز. طب اذا كان الاولاني ايونوتروبيك يعني هو في الحقيقه ايون شانل، اما الريسبتور ده اسمه ميتابوليك يعني هيعمل ايه؟ تعالوا نشوف. ده ايونوتروبيك ريسبتور، ميتابوتروبيك ريسبتور، انا اسف، اللي لونه بني ده هو الميتابوتروبيك ريسبتور، هو عباره عن بروتين في السيل ممبرين برضه. هيجي الكيميكال ترانسميتر الاخضر ده يمسك عليه، نتيجه كده بيحصل اكتيفيشن اوف جي بروتين على الانر سيرفيس اوف ذا موليكيول جوه السيل ممبرين. يقوم الجي بروتين ده ويل ستيمولييت ذا فورميشن اوف intracellular second messengers، اشهرهم السايكليك اي ام بي، الانوسيتول ترايفوسفيت، اند داي ايثايل جليسرول. الانتراسيلولار موليكيولز دول يروحوا للايون شانلز اللي موجوده في السيل ممبرين، ويا اما برضو يفتحوها او يقفلوها حسب النوع. يبقى اكنه الريسبتورز دول ما هماش مباشره ايون شانلز، لا دول بروتينز لما بيبقوا ستيميليتد بالريسبتور زي ستيميليت كيميكال رياكشن جوه السيل، عشان كده اسمهم ميتابوتروبيك ريسبتورز. الكيميكال رياكشنز دول are mediated by G proteins اللي بتأثر في الانزيم اللي بيكون السايكليك ام بي او الانوسيتول ترايفوسفيت او الداي ايثايل جليسرول. والموليكيولز دول are intracellular messengers second messengers which can affect ion channels in the membrane. يعني في النهايه برضو هنأثر على الايون شانلز، بس هنا بصورة indirect من خلال metabolic pathway، عشان كده سمينا الريسبتور دي metabotropic receptors. يبقى هو بصفة عامة طبعا سواء ionotropic أو metabotropic التأثير النهائي إن لازم ion channels تفتح أو تقفل. الفرق بين النوعين هل الشانل هي شخصيا الريسبتور ايونوتروبيك او الريسبتور مختلف وهو بتاثيره بيبقى ميديتد باي فورميشن اوف انتراسيلولار سكند ميسنجر عن طريق كيميكال رياكشن. كويس، بما ان الميتابوتروبيك ريسبتورز بتاخد وقت اللي لازم عشان هي تشتغل وتعمل اكتيفيشن للجي بروتين، والجي بروتين يروح للانزيمز اللي هتصنع الانتراسيلولار سكند ميسنجر دول، والانتراسيلولار سكند ميسنجر دول يروحوا يمسكوا في الايون شانل ويغيروا الكونديشن بتاعها. This takes some time. يبقى مقارنه بالايونوتروبيك ريسبتورز stimulation of metabotropic receptors الريسبونس ليهم هيبقى slower، لكن it lasts for a longer duration.
بيستمر لفترة زمنية أطول. slower فهمنا ليه؟ عشان في خطوات في السكة that take time ما بين binding of the neurotransmitter على الريسبتور وما بين التأثير على الآيون شانل، فهو slower مفهوم. ولونجر ان ديوريشن ليه بقى؟ لانه نفترض دلوقتي انه الكيميكال ترانسميتر انفصل خلاص بعد ما مسك في الريسبتور، it will be released مش خلاص، الريسبتور مش شغال والجي بروتين مش شغاله، بس السايكليك ام بي او الاي بي 3 او الدايثال جليسرول اللي اتكونوا لسه موجودين وهيفضلوا موجودين شويه، وفي خلال الشويه دول هيفضلوا مأثرين على الايون شانل، هيفضلوا موجودين شويه لغايه امتى؟ لغايه ما الانزيمز اللي بتكسرهم جوه السيل تكسرهم. يبقى التاثير بتاع الميتابوتروبيك ريسبتورز هيستمر شويه شويه لغايه ايه؟ لغايه ما الانتراسيلولار ميسنجرز اللي اتكونوا دول يتكسروا. This takes some time. وعشان كده الديوريشن بتاع الاكشن بتاع الميتابوتروبيك ريسبتورز is longer compared بالايونوتروبيك ريسبتورز اللي كانوا بيقفلوا immediately بعد ما ما النيورو ترانسميتر يسيب الريسبتور وينفصل عنه. طيب عملنا الريليس والبايندينج وغيرنا الممبرين بوتنشال، يتبقى في الخطوات اللي قلناها ايه؟ انه بقى خلاص الكيميكال ترانسميتر قام بدوره، it should be removed. ايه الميكانيزمز المسؤوله عن الريموفال اوف ذا كيميكال ترانسميتر؟ الكيميكال ترانسميتر اللي طلع اهو وراح مسك في الريسبتورز له several methods for removal. اول وسيله انه يكون في انزيم في منطقه السينابس that can remove the chemical transmitter molecule، بتكسره مثلا. المثال اللي كلكم عارفينه الاسيتايل كولين ستريز انزيم which can hydrolyze acetylcholine، تكسره. درستوه جبتوا سيرته، انتوا بتشوفوا السينابس ما بين الموتور نيرف والسكيليتال ماسل نيوروماسكولار ترانسميشن. يبقى الكيميكال ترانسميترز كان بي ريموفد او هيدرولايزد باي ان انزيم في منطقه السينابس، ادي ميكانيزم. الميكانيزم الثاني انه يحدث ري ابتيك للنيورو ترانسميتر. يعني ايه؟ النيورو ترانسميتر طلع اهو ومسك في الريسبتور اهو، بعد ما مسك في الريسبتور وقام بمهمته وانفصل عن الريسبتور، يرجع البري سينابتيك فايبر باكتيف ميكانيزم تستعيد الموليكيول بتاع الكيميكال ترانسميتر مره ثانيه. This is what we mean by reuptake of the transporter. Synaptic knob ترجع تستعيد الكيميكال ترانسميتر. طب حتى تستعيده تعمل بيه ايه يعني؟ تعمل له ريسايكلينج، هتعبيه تاني فيزيكلز وتحتفظ بيه عشان تستخدمه المره الجايه. فالمهم ان ده ميكانيزم فور removal of the chemical transmitter، اللي خرج بيرجع يتشال. الميكانيزم الثالث انه في منطقه السينابس في مايكرو جلايال سيلز. ارجو تكونوا لسه فاكرين المايكرو جلايال سيلز، احد الجلايال سيلز اللي في البرين اللي قلناها الاول، وقلت لكم ان وظيفتها هي انها فاجوسيتك سيل. اهو في منطقه السينابس المايكرو جلايال سيلز دي لانها فاجوسيتك ممكن تعمل فاجوسيتوزس اوف ذا كيميكال ترانسميتر موليكيولز، تبلعها. طيب الميكانيزم الاخير
هو انه الكيميكال ترانسميتور موليكيولز تديفيوز اواي من مكان الساينابس. هي طلعت وكميتها كبيره الاول هنا وبعدين هيبتدي يحصل لها ديفيوجن هتبتدي تنتشر بالسراوندنج ارياز فتركيزها هنا هيبتدي ينخفض وتاثيرها هيبتدي يقل. يبقى سيمبلي الريموفال بيعتمد على الديفيوجن طبعا ده سلو بروسيس. يبقى احنا ذكرنا اربع طرق فور ذا ريموفال اوف ذا كيميكال ترانسميتر. اربع طرق اللي هم مين؟ يا اما انزيماتيك ريموفال، يا اما ري ابتيك، يا اما ريموفال باي مايكروغليا باي فاجوسايتوزيس، يا اما ديفيوجن اوف ذا كيميكال ترانسميتر موليكيول اواي فروم ذا سايت اوف ذا سينابس. ننتقل خطوه للامام بقى، وهي احنا شفنا الكيميكال ترانسميتور بيمسك في البوست سينابتيك ميمبرين ريسبتورز وهيحدث تغير في الميمبرين بوتنشال، وقلت لكم التغير ده ناشئ من التغير في الاين موفمنت. هذا التغير قد يكون في صوره ديبولاريزيشن وقد يكون في صورة هايبر بولاريزيشن. I mean إنه نتيجة البايندينج بتاع الكيميكال ترانسميتر مع الريسبتور ده بيؤدي إلى تغير في الأيون شانلز بيعمل partial depolarization of the membrane. يقوم الممبرين بوتنشال بدل ما هو قيمته نيجاتيف 90 ملي فولت يبقى مثلا قيمته نيجاتيف 84 ملي فولت. This is partial depolarization. طيب وممكن العكس، ممكن الكيميكال ترانسميتر يمسك في الريسبتور وده يؤدي لتغير في ايون موفمنت تعمل هايبر بولاريزيشن، يعني الممبرين بوتنشال بدل ما هو نيجاتيف 90 ملي فولت يبقى نيجاتيف 95 ملي فولت. This is hyperpolarization. لو الممبرين حصل فيه partial depolarization زي الحالة الأولى هو كده بيقرب من الـ firing level بتاعه وبالتالي الـ excitability بتاعت الممبرين هتزيد طبعا، فهنسمي التغير في الممبرين بوتنشال ده excitatory postsynaptic potential. يبقى الـ excitatory postsynaptic potential ده هو state of partial depolarization في الـ postsynaptic neuron. بصوا الـ stimulus هو السهم الأحمر ده حصل في اللحظة دي مسك طلع كيميكال ترانسميتر مسك في ريسبتور ام خلى الممبرين يتحرك البوتنشال بتاعه من نيجاتيف 90 مثلا لنيجاتيف 80. هو ما وصلش طبعا للفايرنج ليفل اللي هو طب ممكن يكون نيجاتيف 65، بس هو دي بولاريزيشن وبنوصفه انه بارشل. طبعا هو بارشل مش كومبليت يعني ما وصلناش لصفر. فهو الاكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال از ا ستيت اوف بارشل ديبولاريزيشن في البوست سينابتيك ميمبرين. زي ما انتم شايفين بيحصل ديبولاريزيشن وبعدين بعد فتره قصيره بيرجع الميمبرين تاني للريستنج فاليو. الديوريشن بتاع الاكسيتاتري بوستسينابتيك بوتنشال كله بيتراوح ما بين 2 الى 5 ملي سكند. الديبولاريزيشن بياخد 1 ل 1.5 ملي سكند والديوريشن كله بيبقى up to 5 ملي سكند. طب ايه الميكانيزم بتاع
الاكسيتاتري بوستسينابتيك بوتنشال. الميكانيزم في معظم الاحوال ان لما الريسبتور بيمسك عليك كيميكال ترانسميتر بيؤدي هذا سواء من خلال ايونوتروبيك او ميتابوتروبيك ريسبتورز الى اوبننج اوف صوديوم شانل. طبعا لازم اقول لكم ان الصوديوم الصوديوم شانل دي ما هياش فولتج جيتد، هي ما فتحتش نتيجة تغير الممبرين بوتنشال، هي فتحت كيميكالي نتيجة بايندينج اوف ذا كيميكال ترانسميتر مع الريسبتور. وبالتالي الصوديوم شانلز اللي بتفتح نتيجة السينابتيك ترانسميشن ار ليجند جيتد شانلز. يعني ايه ليجند جيتد؟ يعني الشانلز بتفتح او بتقفل كيميكالي بكيميكال سبستانس بتمسك على الريسبتور. كويس، اهو في الحالة بتاعتنا دي صوديوم ليجند جيتد شانل فتحت، ام سمحت بدخول صوديوم، الصوديوم اللي دخل عمل state of partial depolarization اللي سميناها excitatory post synaptic potential which is followed by gradual return of the membrane potential to the resting value. نتيجة انه خلاص الكيميكال ترانسميتر هينفصل عن الريسبتور والشانل هترجع تقفل تاني. طبعا اثناء الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال الاكسيتابيليتي بتزيد. الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال ده الماجنيتيود بتاعه قد ايه؟ يعني بيعمل دي بولاريزيشن كم ملي فولت؟ الحقيقه ات ديبندز على الكونديشن، بمعنى ات ديبندز على كميه الكيميكال ترانسميتر اللي طلعت في السينابس. كل ما الكميه تكتر كل ما هتمسك في ريسبتورز اكتر هتفتح صوديوم شانلز اكتر فتعمل اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال اعلى. يعني الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال بيعتمد على كميه الكيميكال ترانسميتر، ده مش بس كده، ده كمان اكيد هيعتمد على كميه الريسبتورز اللي موجوده والايون شانلز اللي موجوده في البوست سينابتيك ميمبرين. طبعا طب محصله الكلمتين دول ايه؟ ان هل الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال بيتبع الاول اور نان لو اللي احنا درسناه قبل كده في النيرف فايبر مع الاكشن بوتنشال؟ لا، it does not follow the all or none law، بمعنى انه قيمته مش ثابته، مش all or none. all or none معناها انه يحصل بكامل هيئته ولا ما يحصلش خالص. لا، الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال الماجنيتيود بتاعه ممكن يتغير depending على الحاجات اللي قلتها لكم دي. طيب نمره 2، الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال ملوش ريفراكتوري بيريد، يعني مش زي الاكشن بوتنشال اثناء حدوثه في بدايته بيبقى فيه ريفراكتوري بيريد. لا ابدا، الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال از نوت اكومبانيد باي ريفراكتوري بيريد. ده معناها ايه؟ معناها ان اثناء حدوث الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال الممبرين يقدر يستجيب لستيمولس تاني، نيو كيميكال ترانسميتور يجي ويعمل اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال تاني يتجمع يبقى قادد على اللي فات ويحدث ما يعرف بالسميشن. يبقى الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال از يوجوالي ديو تو اوبننج اوف صوديوم ليجند جيتد شانل، sometimes بيفتح كالسيوم شانل لكن موست كومنلي هو بيفتح صوديوم شانل. بس المحصله هي ما في الحالتين في بوزيتيف ايونز هتخش جوه من النيورون تعمل دي بولاريزيشن. قلت لكم لو عملنا ريبيتد ستيميليشن لان مفيش اكسيتاتري بوست مفيش ريفراكتوري بيريد فممكن يحدث
الريسبونس للاستيمولس الثاني اثناء الاستيمولس الاولاني. يقوم الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال تتجمع على بعضها. الرسم ده بيوضح اذا كان الرسمه الاولانيه دي هي الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال اللي نشا من ستيمولس نمره واحد. لو حصل ستيمولس تاني معاه وهو اصلا ستيمولس رقم اتنين لوحده بيعمل الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال اللي انتوا شايفينه ده الرسمه الثانيه. طب لو لو الاستيمولس رقم واحد والاستيمولس رقم اتنين حصلوا في نفس الوقت جنب بعض يعني، كل واحد منهم بيعمل اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال لوحده، لما يحصلوا مع بعض الافكتس بتاعتهم والصميت هتتجمع على بعضها لان مفيش ريفراكتوري بيريد. يقوم الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال يطلع اكبر. يبقى this is a process of summation نتيجة stimulation لتو presynaptic fibers at the same time او S1 زائد S2. يقوم الـ response يبقى مجموع الـ response بتاع S1 و S2. هذا النوع من السميشن بنسميه سباشيال سميشن. السميشن ممكن يحدث بطريقه ثانيه. لو عملت ستيمولس في اللحظه دي فعمل اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال، لو بعد الستيمولس رقم واحد عملت ستيمولس رقم اتنين بعده مش في نفس الوقت، يقوم الاستيمولس رقم اتنين هيعمل اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال. زي ما انتم شايفين S1 عملت الريسبونس ده لغايه هنا، كان ابتدى يروح، جالي استيمولس رقم اتنين قام عمل نيو اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال اللي هو ده which is summated راكب فوق ظهر الريسبونس بتاع الاستيمولس الاولاني، أم طلع excitatory post synaptic potential أعلى. هذا النوع من السميشن بيحدث نتيجة two stimuli following each other واحدة ورا التانية. عشان كده بنقول السميشن ده اسمه temporal summation، دي علاقة بالتايم يعني واحد ورا التاني. إنما دول كانوا بيحصلوا مع بعض جنب بعض فيتجمعوا على بعض سميناهم سبيشال سميشن. دول يحصلوا ورا بعض فيتجمعوا على بعض بس نسميه تمبورال سميشن. يبقى احنا السميشن اوف اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال ممكن يحدث بطريقتين، يا اما سبيشال يا اما تمبورال. سبيشال يعني ايه؟ انه تو بري سينابتيك فايبرز يشتغلوا في نفس الوقت يقوم التاثير بتاعهم يتجمع على بعض ويطلع جريتر اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال، او ان انا اعمل ستيميليشن لوان بري سينابتيك فايبر بس ريبيتدلي مرتين ورا بعض يقوم التأثيرات بتاعتهم برضو تبقى سميتد، بس الحالة دي نسميها temporal summation. يبقى temporal summation is due to repeated stimulation of one presynaptic fiber، لكن ال special summation نتيجة stimulation of two input presynaptic fibers at the same time. ايا كانت طريقه السميشن فالنتيجه هي ان الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال هيكبر. انا ذكرت لكم وانا بتكلم على الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال
انه قيمته عاده ما بتوصلش للفايرنج ليفل. الله، طب يعني انا استفدت ايه؟ انه لما البري سينابتيك فايبر وصل له اكشن بوتنشال وطلع كيميكال ترانسميتر مسك في البوست سينابتيك ممبرين بس ما عملش فيه اكشن بوتنشال، ده عمل اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال لانه ما وصلش للفايرنج ليفل. يبقى البوست سينابتيك نيورون مش هيبقى اكتيفيتد في الحقيقه، مش هيحصل له اكشن بوتنشال. عشان يحصل له اكشن بوتنشال لازم الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال يوصل للفايرنج ليفل. This will lead to action potential. أو الإكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال ممكن يوصل للفايرنج ليفل باي سميشن. يبقى لو عملت ستيميليشن للبري سينابتيك فايبر مرة واحدة بس البوست سينابتيك نيورون مش هيوصل للفايرنج ليفل ومش هيحصل فيه اكشن بوتنشال. لكن عشان اوصله انه يعمل اكشن بوتنشال سميشن از نيدد، يا اما سبيشال يا اما تمبورال سميشن. كويس، this is what we call excitatory postsynaptic potential. بصوا ده بس توضيح اضافي للسميشن. اما عملت سنجل ستيميليشن عمل اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال صغير ما وصلش للثريشولد فاليو للفايرنج ليفل. لكن لو عملت ريبيتد ستيميليشن كل واحد منهم عمل اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال ركب على اللي قبله فوصله لمين؟ للفايرنج ليفل، فخلى البوست سينابتيك نيورون يحصل فيه اكشن بوتنشال. يبقى single stimulation of the presynaptic fiber هيعمل excitatory postsynaptic potential بس في postsynaptic neuron، لكن repeated stimulation of the presynaptic fiber will lead to summation of excitatory postsynaptic potential that can reach the threshold and produce action potential. ده اللي قدامنا ده اكيد مش محتاج اقول لكم انه temporal summation. ممكن يكون special ان انا اعمل stimulation of several presynaptic fibers at the same time، يوم تأثيراته بتتجمع على بعض وتعمل higher excitatory postsynaptic potential. يبقى ده special summation in stimulation of several input fibers. The temporal summation repeated stimulation of a single presynaptic neuron. طيب انا قلت لكم انه البوستسينابتيك ميمبرين لما الكيميكال ترانسميتر يمسك فيه في الريسبتور بيغير الايون شانلز، ممكن يفتحها ويقفلها، يقوم يغير الممبرين بوتنشال ممكن يزودها ويقللها. الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال هو اللي بينشا لما الكيميكال ترانسميتر يمسك في ريسبتور وينشا من هذا ديبولاريزيشن اوف ذا ممبرين، سميناها اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال. سميناها اكسيتاتري ليه؟ لان بيصاحبها زياده في الاكسيتابيلتي طبعا لانها في اتجاه الديبولاريزيشن. لكن ماذا لو ان الكيميكال ترانسميتر اللي في السينابس ده كان بيمسك في ريسبتور والريسبتور ده بيعمل تاثير على الايون شانلز بيؤدي الى هايبر بولاريزيشن؟ يعني كده ده الاستيمولس it is followed by hyperpolarization of the membrane. Hyperpolarization يعني الممبرين potential بدل ما هو negative 90 ممكن يبقى مثلا negative 93 negative 94
hyperpolarization. We call this inhibitory postsynaptic potential. واضح انه inhibitory ليه؟ لان الاكسايتابيليتي هتقل لان انا ببعد عن الفايرنج ليفل، صح؟ طب الميكانيزم هو ايه؟ الميكانيزم هو في معظم الاحوال انه الكيميكال ترانسميتر لما مسك في الريسبتور عمل اوبننج اوف بوتاسيوم ليجند جيتد شانل، فخروج البوتاسيوم من جوه لبره زاد، والبوتاسيوم لما بيطلع بيسيب وراه نيجاتيفيتي جوه، يعني هيحصل هايبر بولاريزيشن. يبقى في معظم الاحوال الانهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال نتيجه اوبننج اوف بوتاسيوم ليجند جيتد شانلز ليدنج تو ممبرين هايبر بولاريزيشن. الديوريشن برضو بتاع الانهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال بيتراوح ما بين 2 الى 3 ملي سكند، وبيصاحبه انخفاض في الاكسايتابيليتي، وكمان ملوش ريفراكتوري بيريد. وبدام ملوش ريفراكتوري بيريد يبقى it can be summated بنفس فكرة السميشن في الاكسايتاتري بوست سينابتيك بوتنشال تمبرال و سبيشال، سواء حصل بالتمبرال سميشن او بالسبيشال سميشن، فده هيكبر قيمة الانهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، بدل ما يوصل لنيجاتيف 94 ممكن يوصل لنيجاتيف 96 او اكتر. هو السؤال بقى، هو انا ليه اصلا اعمل انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال؟ انا عاوز انقل الالكتريكال اكتيفيتي من البري سينابتيك فايبر للبوست سينابتيك نيورون، فنقلها معناها ان لازم البوست سينابتيك نيورون يحدث فيه ديبولاريزيشن ويحصل سميشن، او مصل للفايرنج ليفل والبوست سينابتيك نيورون يعمل اكشن بوتنشال ويشتغل. طبعا ده كلام منطقي جميل، بس جوه السنترال نيرفس سيستم ساعات بيكون الهدف من السينابتيك ترانسميشن، بمعنى الهدف من الاشاره اللي مبعوثه من 1 نيورون لنيورون اخر، الهدف مش ان النيورون الاخر ده يشتغل، ده ساعات بيكون الهدف ان النيورون الاخر ده يقلل الاكتيفيتي بتاعته. يعني انا اكون هدفي من السينابتيك ترانسميشن ده انهبيشن اوف ذا نيورون مش ستيميليشن اوف ذا نيورون، وده اللي بيفسر ليه عندنا inhibitory postsynaptic potential، ان السينابس ممكن يكون مطلوب منه inhibition of the postsynaptic neuron. وده مفيد في الجسم طبعا. اقول لكم مثال، لو واحد راح يعمل اختبار لفصيلة الدم بتاعه، ففي أماكن كتيرة هما بيعملوا إيه؟ بيجيبوا لمسة إبرة وياخدوا صباع الشخص ده ويشكوه، تطلع نقطتين دم يستخدموهم في عمل فصيلة الدم. طبعا دي شكة إبرة، بتوجع بتوجع، بس يعني من الآخر يعني شكة إبرة بس. في ناس تخاف قوي، فأول ما تشكها تروح شدة إيه بعيد. هو إيه اللي حصل؟ لما حصل painful stimulus بيعمل رد فعل، يبعت إشارة جوه الـ CNS، ومن خلال synaptic transmission توصل للنيورون الموتور نيورون which supply the muscle بتاعت الارم وتعمل لها stimulation، تقوم النيورون ده يشتغل ويبعت اشارات للمسل بتاعت الارم، يقوم الايد تتشد بعيد عن الابرة.
بس في بعض الناس بيقدروا يسيطروا على رد الفعل ده، والإبرة تشقهم وقتهم في مطرحها ما بتتحركش. الله، يعني هو ما حصلش painful stimulus، حصل. طيب والإشارة اتبعتت جوه CNS؟ طبعا اتبعتت. طيب وحاولت تروح تعمل excitatory postsynaptic potential على النيورون اللي جوه CNS عشان توصل له الفايرنج ليفل بتاعه ويشتغل ويبعت موتور نيرف فايبر للمصل تشتغل، حاولت. بس المرة دي البرين فوق كان عنده رأي تاني. البرين فوق بالإرادة بتاعت الشخص إنه مش عاوز يشد إيده، البرين بيبعت لنفس الموتور نيورون اللي الإشارة بتاعت البين كانت عاوزة تشغله، البرين بيبعث له إشارة تانية تقول له لا ما تشتغلش، يعني تعمل عليه inhibitory postsynaptic potential. لو الإشارات بتاعت البرين كانت أقوى من الإشارات اللي جاية من الصباع اللي تشكب الإبرة، العضلة مش هتشتغل. ده يقودنا إلى الفكرة المهمة اللي هتوضح من الرسم ده، إنه if this is a postsynaptic neuron، أنا قلت لكم إن كل نيورون بينتهي عليه عدد كبير من البريسينابتيك فايبرز. أهو بعض البريسينابتيك فايبرز دول are excitatory، يعني إيه؟ يعني الكيميكال ترانسميتر بتاعهم لما بيطلع ويمسك في الريسبتور بتاعته بينشأ من كده excitatory postsynaptic potential. وبعض البريسينابتيك نيورونز التانية ار انهبيتوري، زي اللي انا مشاور عليه ده اللي لونه بني. معناها انه انهبيتوري ان الكيميكال ترانسميتر لما هيطلع ويمسك في الريسبتور بتاعته هينشأ من كده هايبر بولاريزيشن زي ما الرسم موضح. طيب لو النيورون ده اللي لونه بني والنيورون ده اللي لونه اسود يشتغلوا في نفس الوقت هيحصل ايه؟ ده النيورون البني ده انهبيتوري هيعمل هايبر بولاريزيشن، والاسود ده اكسيتاتوري بيعمل بارشال دي بولاريزيشن. لو الاثنين دول بنفس القوه الدي بولاريزيشن ده هيعادل بالهايبر بولاريزيشن ده، والمحصله ان الممبرين بوتنشال بتاع البوست سينابتيك نيورون مش هيتغير. ويبقى كان ما حصلش سينابتيك ترانسميشن اصلا. طيب ايه رايكم لو النيورون البني ده اشتغل عمل هايبر بولاريزيشن، بس في نفس الوقت النيورون الاسود ده والازرق ده اشتغلوا والاثنين ار اكسيتاتوري، هيعملوا سميشن توجذر ويعملوا هاير اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال اللي قيمته هتبقى اعلى من الانهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال اللي نشات من البري سينابتيك فايبر ده. يبقى المحصله هتبقى في صالح الاكسيتيشن، يبقى هيحدث اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. كويس كويس. طب ايه رايكم لو بدل ما اتنين بس اللي اشتغلوا ثلاثة اشتغلوا، ثلاثة من الاكسيتاتوري، التاثيرات بتاعتهم الثلاثه والصميت، وهتعمل ستيل higher excitatory postsynaptic potential، هيتغلب اكتر على الانهبيتوري ده لدرجه انه ممكن يصل بالممبرين بوتنشال للفايرنج ليفل ويعمل اكشن بوتنشال. يبقى معنى كده
انه في اي لحظة من اللحظات النيورون ده اللي بيحصل فيه هو محصلة الاكتيفيتي بتاعت البريسينابتيك فايبرز اللي هو بيستقبلها. لو كان الانهبيتوري فايبرز شغالة اكتر من الاكسيتاتوري فايبرز فالنيورونز ده is inhibited. لو كانوا قد بعض فالنيورون ده ما بيتغيرش خالص. طب لو كان الاكسيتاتوري اكتر شوية هيعمل اكسيتاتوري postsynaptic potential؟ بس مش هتوصل للفايرنج ليفل. فنقول انه facilitated excited شوية لكن ما وصلش للفايرنج ليفل. لكن لو عدد الاكسيتاتوري فايبرز اللي شغالة في نفس الوقت زاد، عمل الصميشن وصلتني للفايرنج ليفل، عملت اكشن بوتنشال. اكن الريسبونس هنا هو محصلة البريسينابتيك اكتيفيتي في اي لحظة. المحصلة دي بنسميها the grand post synaptic potential. grand post synaptic potential. اذا الgrand post synaptic potential اللي هو محصلة البوست synaptic potential الانهيبيتر والاكسيتاتري، المحصلة النهائية بتاعتهم كام؟ لو في عندنا اربع احتمالات. الاحتمال الاولاني انه الانهبيشن يكون اكتر من الاكسيتيشن، فالممبرين هيحدث فيه هايبر بولاريزيشن، يبقى الجراند بوست سينابتيك بوتنشال اذا انهبيتوري فاليو، يبقى فيه انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. الاحتمال الثاني انه الاكسيتيشن والانهبيشن يكونوا قد بعض، ونقول كده ان الممبرين بوتنشال في البوست سينابتيك نيورون ما بتتغيرش. لو الاكسيتاتوري انبوت اكتر شويه من الانهبيتوري انبوت هيحصل بارشال ديبولاريزيشن، يبقى الجراند بوست سينابتيك بوتنشال هيبقى اكسيتاتوري، بس لانه ما بيوصلش للفارينج ليفل فهنقول انه هيعمل فاسيليتيشن، بس هيخلي النيورون الاكسيتابيليتي بتاعته اعلى من الطبيعي لكن ما وصلش ان هو يعمل اكشن بوتنشال. لو الاكسيتاتوري انبوت اكتر بكتير من الانهبيتوري هيحدث سميشن تصل للفايرنج ليفل ويحدث ديسشارج، ودي الحاله الرابعه. يبقى الجراند بوست سينابتيك بوتنشال هو المحصله بتاعه كل اللي جاي، وحسب ما المحصله بتطلع البوست سينابتيك نيورون بيتصرف. لو المحصلة هايبر بولاريزيشن النيورون بيبقى انهبيتد ويسكت. لو المحصلة كليرلي صالح الاكسيتيشن البوست سينابتيك نيورون بيبقى ستيميليتد ويعمل اكشن بوتنشال. اني هاو لو الاكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال وصلت للثريشولد and it will initiate action potential. الاكشن بوتنشال بينشأ في انهي جزء من النيورون؟ بينشأ في بداية الاكسون، المنطقة اللي بنسميها التريجر زون او الاكسون هيلوك. يبقى صحيح الاكسيتاتري والانهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال ممكن تكون على الدندرايت وعلى السيل بودي وخلافه، لكن في كل الأحوال الأكشن بوتنشال بيبتدي فين؟ بيبتدي في الانيشيال بارت اوف ذا أكسون، الأكسون هيلوك. اشمعنى ما بيبتديش اللي هنا؟ يعني ليه ما بيحصلش عند الدندرايت؟ أكشن بوتنشالز بتعتمد على وجود ده صوديوم فولتج جيتد شانل، لما بتفتح بتعمل rapid depolarization and reversal of polarity اللي هو action potential. يبقى عشان يحصل action potential في الممبرين لازم الممبرين ده يكون في تركيبته فيه
صوديوم فولتج جيتد شانل. الممبرين بتاع الدندرايتس وبتاع السيل بودي ما فيهمش صوديوم فولتج جيتد شانلز، وبالتالي ما يعرفوش يعملوا اكشن بوتنشال. هو كل اللي يحصل فيهم هو يا اكسايتاتوري يا انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشالز، عشان دول مش محتاجين فولتج جيتد صوديوم شانل، دول كل اللي محتاجينه ليجند جيتد شانل بتفتح او بتقفل باي كيميكال ترانسميتر. انما الاكشن بوتنشال لما يبدا عند الهيلوك، عشان الممبرين هنا بيحتوي على عدد كبير من الصوديوم فولتج جيتد شانل، فيخليه هو اللي قادر على انه يعمل اكشن بوتنشال. يبقى الاكشن بوتنشال is always initiated at the axon hillock او الانيشال سيجمنت اوف ذا اكسون، اللي عشان كده بنسميها تريجر زون اكسون هيلوك. اشمعنى؟ عشان هي دي الحته اللي موجود فيها صوديوم فولتج جيتد شانل، بقيه السيل بودي والدندرايت ما عندهاش، وبالتالي ما تقدرش تعمل اكشن بوتنشال. اذا المنطقه دي زي ما قلت لكم بيبتدي فيها الاكشن بوتنشال عشان فيها صوديوم فولتج جيتد شانل. نتوقف على كده بقى النهارده، وبكره ان شاء الله نستأنف كلامنا على السينابس ونتكلم على البري سينابتيك بوتنشلز ان شاء الله. طب هو دكتور، نعم، هو مش ممكن يعني بري سينابتيك او بوتنشل